محمد عمر، كلية الهندسة قسم ميكانيكا جامعة أسيوط. إن شاء الله مشروع تخرجنا السنة دي اسمه Power Generation Using Renewable Sources. بسبب احتياج العالم الشديد للطاقة الكهربية مع زيادة عدد سكان العالم اللي تخطى 7 مليار نسمة، ومع زيادة تطور التكنولوجي وارتفاع أسعار الوقود الحفري القابل للانتهاء، ده غير الانبعاثات الضارة الناتجة عن احتراق الوقود الحفري، وكمان توليد الطاقة الكهربية من محطات الطاقة النووية بدأ العالم يستغنى عنه بسبب كل عامل الأمان فيه. فكان اختيارنا للمشروع كميكانيكا باور هو توليد الطاقة الكهربية من مصادر متجددة بايوماس اند سولار انرجي. احنا هدفنا في المشروع اننا نولد كهرباء طول اليوم مش فترة النهار بس، فعشان كده استخدمنا نوعين من الطاقة المتجددة وربطنا بينهم عشان يكون عندنا مصدر دائم لتوليد الكهرباء، وده يعتبر الجزء المبتكر او الجزء الجديد في مشروعنا. ان شاء الله هنصمم محرك حراري اسمه ستيرلينج انجن. ستيرلينج انجن عباره عن محرك لا يظهر عنه اي انبعاثات ضاره بالبيئه، كمان هيستخدم حراره الشمس في فتره النهار كمصدر تسخين اللي محتاجه المحرك عن طريق استخدام ديش ريفليكتورز، اما فتره الليل او عند غياب الشمس هنستخدم قش الرز او مخلفات الزراعيه او مخلفات الاخشاب، وهننتج منها غاز قابل للاشتعال هيكون مصدر للتسخين للمحرك. وبكده هنكون حصلنا على طاقه كهربائيه طول اليوم، وكمان حلينا مشكله قش الرز والمخلفات الزراعية اللي بيضطر الفلاحين انهم يحرقوها. احنا جروب مكون من 10 افراد، قسمنا نفسنا لثلاث مجموعات، مجموعة متخصصة في الديش ستيرلينج انجن، ومجموعة تانية متخصصة في سونار تراكينج سيستم، ومجموعة تالتة متخصصة في البايوماس جازيفيكيشن. وهنبدأ بأول مجموعة هتدينا فكرة سريعة عن ديش ستيرلينج انجن. هنتكلم عن الفرق بين محركات الاحتراق الخارجي ومحركات الاحتراق الداخلي. محركات الاحتراق الداخلي بيتم الاحتراق من داخل الاسطوانات زي محرك السياره بالظبط. محركات الاحتراق الخارجي تقريبا نوع من انواع الستيرلينج انجن، بيتم الحرق او توليد الحراره خارج الاسطوانات، وبيتم توجيهها من الخارج في المنطقه بتاعت الاسطوانه من الخارج. بالنسبه لاهتمامنا بمصادر الطاقه المتجدده والطاقه الشمسيه، هنستخدم نوعين من الطاقه في مشروعنا. هنتكلم عن الطاقه الشمسيه، هنستخدم البايوماس. الطاقه الشمسيه هنستخدم ريفليكتور ديش سول ديش ريفليكتور زي ما موجود معانا هنا. هيتم تقليص الريفليكتور بماده عكسه، ويتم تجميع الطاقه الشمسيه في بؤره، بعد كده يتم توجيه البؤره الطاقه الشمسيه للسلندر بتاعت السيرلينج انجن. بعد كده يتم الموجود غاز في الداخل، هواء او نيتروجين او هيليوم، بيتمدد بسبب الحراره وبيدينا حركه تردديه ممكن نستخدمها في توليد كهرباء عن طريق جنريتور. بسم الله الرحمن الرحيم، انا محمد سمير عبد الله، هكلمكم عن الستيرلينج انجن اللي بنستخدمه في المشروع بتاعنا. في انواع كتير من الستيرلينج انجن زي الفا وبيتا وجاما وفري بيست. النوع اللي بنستخدمه في المشروع بتاعنا هو الفري بيست، لانه اكتر نوع مناسب يعني استخدام الطاقه الشمسيه او البروديوسر جاز الناتج من عمليه الجازيفيكيشن. لو حبينا نتكلم عن فري بيست سيرلينج انجن هنلاقي ان هو متكون من هل هو بيكون مكان الهيت سورس، هل هو بيتحرك الوركينج فلود اللي هو بيكون هواء او هيليوم او نيتروجين، هل هو بيكون الديسبليسر، وهل هو بيكون الباور بيستر اللي بيتحرك نتيجه لتمدد الغاز الساخن. وعلى الباور بيستر بنحط الالكتريك كوينز اللي بتتحرك بين ملف بين المغناطيسين عشان تولد تيار كهربي دائم. طبعا احنا عاوزين اعلى درجه حراره نقدر ناخدها من الشمس، يعني عاوزين اقصى اشعه، عشان كده ان شاء الله هنعمل نظام تتبع لاشعه الشمس، وهيكلمنا عنه المجموعه المتخصصه عن التراكنج سيستم. عصام محمد، فرقه
رابعه ميكانيكا شعب التصميم والانتاج. احنا هنتكلم عن الساوند تراكنج سيستم عن طريقه التحكم فيه. احنا هنستخدم الاسترونوميكال ميثود في طريقه التحكم في الساوند تراكنج سيستم. لان طريقه الاعداد تعتمد على حسابات الفلك في تحديد زاويه الازيمس والالتيتيود انجل بتاع الشمس. وهنستخدم اثنين سيرفو موتور، واحد يتحكم لي في الازيمس والثاني يتحكم لي في الالتيتيود انجل. وهستخدم نظام المايكرو كنترولر في التحكم لتنس سيرفو موتور. الجزء الجديد او المبتكر في المشروع هو اننا نحل مشكلتين. المشكله الاولى اننا عاوزين طاقه اليوم كله مش في النهار بس. المشكله الثانيه اننا عاوزين نحل ازمه حرق قش الرز والمخلفات الزراعيه، وده اللي هيكلمنا عنه مجموعه متخصصه في البايوماس انرجي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا محمد عبد المعز زاكر من الفرقه الرابعه ميكانيكا شعب القوه. هكلمكم عن الجزء الخاص بالبايوماس جاسيفاير. في البدايه عايزين نعرف ايه هو البايوماس. البايوماس هو عبارة عن أي مادة عضوية موجودة في الطبيعة بصورة قابلة للتجدد. البيوماس طبعاً تستمد طاقتها من الشمس. ممكن البيوماس دي موجودة في الطبيعة بصورة عديدة زي قش الرز، الخشب، الفحم وغيرها من الأمثلة. عشان أستفيد من طاقة البيوماس دي ممكن أعمل لها تحويل بكذا طريقة. الطريقتين الأساسيتين اللي هما عملية التحويل الحراري والتحويل الحيوي. الجازيفيكيشن بيقع تحت تفصيل التحويل الحراري. عشان نعرف ايه هو الجازيفيكيشن، الجازيفيكيشن هي عملية بيتم فيها تحويل الوقود العضوي الصلب باستخدام الحرارة إلى وقود غازي قابل للاشتعال. زي ما احنا شايفين هنا الوقود العضوي الصلب هو عبارة عن بيوماس نشارة خشب وقش رز. احطها في الجازيفاير اللي هو قلب الاساسي لعمليه الجازيفيكيشن. بعد كده الجازيفاير ده بينتج منه غاز قابل للاشتعال، بينتج عنه اشتعال نظيف غير ملوث للبيئه. مزايا الجازيفيكيشن الترنتيف فيول اللي هو وقود بديل، يعني في تطبيقات كثيره في الطبيعه ما بتحتاجش طاقه بديله، بتحتاج وقود كالمحركات وغيرها. رينيوبل اند سستينبل. رينيوبل اللي هي طاقه متجدده، بس سستينبل توفر فيها شرطين اللي هي غير ملوثه للبيئه وممكن وغير يعني ما تتاثرش بالاستهلاك البشري ليها. الجازيفيكيشن برضه يعني بينتج منها استفاده من الطاقه الكيميائيه الموجوده في الوقود اكثر من عمليه الاحتراق، لان الاحتراق طبعا عارفين ان هو بينتج منه حرارة غير كامله وبالتالي بتضيع معظم طاقه الوقود. بعد كده ان هو ممكن يستخدم الغاز الناتج من عمليه الجازيفيكيشن ده في تطبيقات متحركه او تطبيقات ثابته.
زميلي اللي هيكمل بعدين ان شاء الله هيكمل باقي تطبيقات الجازيفيكيشن وازاي تتم عمليه الجازيفيكيشن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا احمد عبده. بالنسبه لانواع الجازيفاير في انواع واشكال كتير مختلفه، احنا اخترنا منها الاب درافت جازيفاير لان هو اللي بيناسب المحتوى بتاعنا. والمزايا من بساطه التصميم، من المحتوى الحراري اللي ناتج من الغاز بيكون محتوى حراري عالي، وبالتالي درجة الحرارة اللي بتنتج من الاشتعال بتكون مرتفعة، لذلك اخترنا اب درافت جازيفاير. بالنسبة للتصميم الرنين وطريقة عمل الجازيفاير، الجازيفاير بيبقى فيه أربع عمليات أساسية تحت السوق اللي هي عملية الاحتراق وعملية الاختزال وعملية الحل الحراري وعملية التكييف. البداية بيبقى لما بتدخل قطعة خشب أو قطعة الشراز وبتنزل للأسفل، يبدأ يحدث عملية احتراق في الجزء السفلي من الجازيفاير اللي هو الملابس للمصفاة، وبيساعد على اشتعال 20% من الهواء من مدخل الهواء في الأسفل. وبعد ذلك بيتم التجفيف جزء من الخشب أو الشراز نتيجة خروج غازات ساخنة من الجزء المحترق من الخشب. وبعد ما يجف الخشب بيبدأ يحصل له عملية حل حراري، بيتحول إلى غازات مطيرة وكترون. الغازات المطيرة بتبدأ تتحد مع الكربون الجزء بتاع الاختزال ويبدا يخرج الغاز النهائي اللي انا محتاجه، اللي هو بيكون عباره عن CH4 و H2 وجزء اكسيد السيليك O2، ويبدا يخرج الغاز النهائي من ايه؟ فتحه حيويه من الغاز. بالنسبه للجروب بتاعنا احنا مع بعض من سنه اولى ميكانيكا تقريبا نفس الجروب، كنا بنعمل مشروع كل سنه، وطبعا في ناس دخلت معانا جديد، فكان اختيارنا للافراد قد ايه هم كويسين في العمل الجماعي، وهل فعلا هم عاوزين يحققوا الهدف من المشروع ولا عاوزين تقدير وخلاص. مسابقة الصنع في مصر عشان عاوزين مشروعنا يتحقق على ارض الواقع، وعندنا امل كبير ان مسابقة الصنع في مصر تكون بوابة لينا لتحويل مشروعنا من مجرد فكرة على ورق او مجرد بروتوتايب الى مشروع ضخم يتحقق على ارض مصر بايادي مصرية، عشان الشباب اللي عندهم عزيمة هم اللي هينهضوا بمصر. يا بلادي بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي، أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي.